الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلا، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمين من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لقد هاج في قلب الشجي غرام، لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقام. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقام. سروا فأذلت الدمع إثر مسيرهم دما، والحشا مني عراه سقام، والحشا مني عراه سقام. ضللت أنادي في الربوع، ضللت أنادي في الربوع، فلم تجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أنت من تحت شوية البيت، البيت يجاوب، بيوت خالية. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقاموا. سروا فأذلت الدمع إثر مسيرهم دما، والحشا مني عراه سقام. تمرضت من راحوا يعني. ظللت أنادي في الربوع، ظللت أنادي 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 في الربوع، فلم تجب ندائي، فلم تجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم أبد، أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، لوصلكم، فيطفى من القلب الشجي أوام. وغل نلتقي بعد الفراق سويعة، والله وغل نلتقي بعد الفراق سويعة، ليطفى من القلب الشديد، ليحيا فؤاد لج فيه هيام، ليحيا فؤاد لج فيه هيام، والله لج فيه هيام. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا. رأوا أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغاموا. فقامت لنصر الدين فرسان غالب، عليها من البأس الشديد وسام. إلى أنا وايا وفي الترب بين مبضع ومنعفر منه تطاير غام، تطاير غام، تطاير غام. فجاءهم سبط الرسول مناديا، شي يقول سبط الرسول، فجاءهم سبط الرسول مناديا، أحبا يقوموا فالمنام حرام. أحبا يقوموا، فجاءهم سبط الرسول مناديا، أحبا يقوموا فالمنام حرام. رضيتم بأن أبقى وحيدا، ليش هيك؟ رضيتم بأن أبقى وحيدا، وأنتم ضحايا على وجه الصعيد نيامو، نيامو، ضحايا على وجه الصعيد نيامو. ليش أنادي وما تجيبون الندى، وادري بيني وبينكم حال الردى، وين عابس وين مسلم يا حبيب، ليش عفتوني وتخلوني غريب، والله غريب. ليش أناديكم ولا أسمع،
مجيب: والله ليش انا اناديكم ولا اسمع مجيب. انكسر قلبه ما حد جاوبه، رجع لخطوه خطوتين واذا يسمع صوت: خويا الله يعينك ما لك معين وقومك على الغبر مطاعين. خويا الله يعينك ما لك معين وقومك على الغبر مطاعين. انا منين جتني كربلا منين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة قلنا قبل لا نبدي بعالم القبر والبرزخ، وإن شاء الله نحاول الليلة نبدأ ببحث القبر والبرزخ إن شاء الله تعالى، حتى الدور ننتقل إلى نفخ الصور ومشاهد القيامة إن شاء الله تعالى. قلت أريد بيان نكتتين قرآنيتين مرتبطتين ببحث المعاد. النكتة الأولى أو الدقيقة الأولى، قلت أكو طريقة بالقرآن لبيان حقيقة مهمة، لبيان حقيقة من الحقائق مهمة، أن تجي هاي الحقيقة بآيات متسلسلة بسورة واحدة تبين أهم ما في تلك الحقيقة. بينا بعض ملفات ذلك في الليلة الماضية، صحيح ولا؟ وجئنا إلى تطبيق نكتة المعاد في القرآن الكريم، فجئنا إلى ملف سورة النبأ، وقلنا أن السورة ابتدأت بيوم القيامة ثم تركت يوم القيامة ورجعت إلى عالم الدنيا، وتكلمت كثيراً عن عالم الدنيا ثم تركت عالم الدنيا لترجع إلى يوم القيامة. زين هسه هذا شنو يعني؟ شنو حل هذا؟ ما أدري الأحبة وياي؟ هسه هذا شنو يعني؟ يعني القرآن اعتباطا فعل ذلك؟ لو اكو حكمة بالموضوع، ها؟ يعني بدي خلي مو هذا البارحة آخر شيء قلته، خلي أرسخه بذهنكم بسرعة بدقيقة. الآيات بدأت عما يتساءلون عن النبأ العظيم. القرآن كظاهر قلنا وكباطن، كباطن علي بن أبي طالب، كظاهر القيامة، أكو وجه اشتراك بين الظهر والبطن، هذا بيناه البارحة. هسه احنا خلينا على الظاهر القيامة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الله يسمي يوم القيامة نبأ شنو؟ عظيم. طبعا هو نفس كلمة النبأ، النبأ هو الإخبار عن أمر عظيم، فصار النبأ عظيم، والله هم يقول عنه شنو؟ عظيم. يعني هو النبأ بحد ذاته خبر عظيم، ورب العالمين هم يضيف له كلمة عظيم، فهذا شنو من يوم؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذا يقول أكو قيامة، ذاك يقول شنو؟ ليش ما يجاوبون الإخوة؟ ماكو قيامة. لليوم الناس منقسمين يوم منقسمين لليوم الناس منقسمون يولا، قسم يقولون إيه أكو حساب وكتاب، قسم يقولون وضحكوا على أرواحكم بهاي القضية، ضحكوا على أنفسكم بهاي الشغلة. ماكو لا أكو حساب ولا أكو كتاب. الذي هم فيه مختلفون لليوم. طبعا هسه هو مو هنا، أنا ما أدري هواي أكو كلام، هو يعني عدم الاعتقاد بالقيامة ش ينتج، والاعتقاد بالقيامة ش ينتج. ما أنا أكو كلام، اللي يعتقد يعني نفس الاعتقاد بالقيامة بنتائج، وعدم الاعتقاد بالقيامة هم بشنو؟ هم بنتائج. شلون يعني؟ مثلا تقول لي شلون يعني؟ ما أدري إلك خلق تسمع، ما لك خلق تسمع؟ مو أنا ما أرد أتوسع شوية، ما أرد أتوسع، أرد أوصل للقبر والبرزخ بسرعة، بس أكو أمور شوية مهمة. بالله دي شوفني أرجوك بسرعة، خلي أقرأ لك ذني بسرعة. شوف الاعتقاد بالقيامة ايش ينتج بالقرآن، وعدم الاعتقاد بالقيامة ايش ينتج هم شنو بالقرآن. تعال للاعتقاد، انت تعتقد بالقيامة وانت ما تعتقد بالقيامة، انت ان شاء الله تعتقد، اللي يعتقد شي يأثر على اعتقاده، ماذا ينتج، ماذا يثمر، والما يعتقد هم مش يثمر.
دخل نجي للي يعتقد، اللي يعتقد مثلا تشوفون القرآن الكريم يقول هكذا، وياي الأحبة ويطعمون الطعام على حبه. ذولا منو؟ لا لا مو مسكين، من هم اللي يطعمون؟ شيعة وسنة. ايش قالوا؟ علي، فاطمة، حسن، شيعة وسنة. زين، ويطعمون إلى أن تقول الآيات إنما نطعمكم. زين، ليش؟ لا أدري، الآن أريده. شوف الآية من بعدها، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هسه ما أدري النكتة تضحت ولا، يعني الاعتقاد باليوم العبوس القمطرير ماذا أنتج؟ الإطعام على حب الله لوجه الله. يعني هنا الاعتقاد بذلك اليوم أنتج أو لم ينتج، أثمر أو لم يثمر. ماذا أثمر؟ أن تطعم الناس لوجه الله تعالى. أنت ما دام تعتقد هناك أكو حسنات وأكو سيئات، وأكو حسنات يذهبن السيئات، إطعام الطعام حسنة وتذهب سيئة وبيها درجات، تطعم يوم تطعم. يعني شوف الآيات هنا بسورة الدهر، الإنسان ربطت بين الإطعام وبين الاعتقاد بيوم القيامة. إذن هذا اللي يعتقد بيوم القيامة يساعد الناس لو ما يساعد الناس، يطعم لو ما يطعم، هذا هاي ثمرة من ثمرات الاعتقاد. وإلا ليش ربطت الآيات؟ يطعمون الطعام إنا نخاف من ربنا يوما. فإذا الاعتقاد بالقيامة أول ثمرة من ثمراته وأول نتيجة من نتائجه أنه يخليك شنو؟ تطعم الجائعين المحتاجين. هاي ثمرة يا مو ثمرة. حتى ألفت نظركم سورة البقرة، بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب القرآن هدى للمتقين. واحد، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. معارف، لا شوف معارف، الذين يؤمنون بالغيب شنو؟ معارف يؤمنون بالغيب، معارف، حقائق تعرفها من خلال الدين، تؤمن بهذه المعارف. واحد. اثنين، الذين يؤمنون بالغيب. بعد، ويقيمون الصلاة، عبادة، بناء الذات. الأول يؤمنون بالغيب، بناء مو احنا قلنا، أنا يعني احنا قلنا معارف، المعارف مرتبطة بمن؟ بالعقل. المعارف مرتبطة بمن؟ بالعقل. فيؤمنون بالغيب عقل، يقيمون الصلاة جسم، نعبر عنه بناء الذات. بعد، ومما رزقناهم ينفقون، بناء المجتمع، خدمة المجتمع. فالمؤمن المتقي في أول البقرة، واحد، ذهن سليم وتفكيره صحيح وعلمه صحيح، اثنين، حركة جسمهم صحيحة بمكانها الصحيح، ثلاثة، يخدم شنو؟ يخدم المجتمع، يبني ذاته ويخدم مجتمعه ويصحح فكرة. شوف شلون ثلاثية عجيبة بآيات قليلة، يعني شنو بيها من معارف ودقائق كنوز. احنا الان شهر رمضان، شهر نزول القرآن، بعد مو هاي حرام، ما تتفوتنا هاي الامور. ويطعمون هناك ومما رزقناهم ينفقون. شوف، ويطعمون الطعام، ان تقول انا نخاف من ربنا يوما. فاذا الاعتقاد باليوم العبوس يثمر اطعام. هذا واحد. اثنين، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وإليه ترجعون، هذا اعتقد بالقيامة يوم اعتقد. اعتقد، اعتقاده ماذا أثمر؟ عبادة الله الواحد. هاي ثمرة يوم ثمرة، نتيجة يوم نتيجة.
فبالنتيجة الاعتقاد بالمعاد يخليك تخدم الناس توكلهم جائعين. أما ذاك اللي يعتقد أكو يوم قيامة يقول على شنو أوكلهم؟ أنا اللي وكلتهم والما وكلتهم لا راح أزيد ولا راح شنو ولا. حتى قال أحد كبار تجار الرأسمالية لما قالوا له أنت ملياردير ما يعني تساعد هاي الفقراء اللي بدولتك، تدري ايش قال؟ قال أنا ما مستعد أنطي أموالي لمجموعة من الكسالى اللي ما يشتغلون وصايرين جوعانين فقراء، أنا ما مستعد، أنا أشتغل من الصبح للليل ما مستعد أنطي أموالي لمجموعة كسالى. زين هو كل محتاج كسلان؟ هم هنا الحكاية، أكو صح أكو كسالى بس أكو ناس محتاجة شنو؟ مو قضية كسالى، امرأة توفى زوجها وعدها أطفال، شو تسوي هذه المسكينة؟ مثلا أو أب ما يقدر يشتغل، أكو عنده فد عذر ما يخليه يشتغل، معوق كذا مريض مو يولا أخو، هاي بعد شنو كسالة؟ هذا أخو كون نساعده، يعني هو مو كل من محتاج شنو؟ كسلان نايم للظهر ما يشتغل كون إحنا نساعده، لا أكو ناس مجبور أنه يكون حالته ضعيفة، عنده عوق عنده مرض عنده كذا عنده 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 عنده، هاي مشاكل الدنيا الكثيرة. فأنت ليش تنظر لكل المحتاجين أنهم شنو؟ كسالة. هذا قال أنا ما مستعد أنطي أموالي الكسالة لأن ما يعتقد أكو يوم آخر يعوض عن عطائه بذلك اليوم، ما يعتقد بتلك الحقيقة، فينطي لو ما ينطي ما ينطي. إيه شوف، أما اللي يعتقد أكو يوم، من ذا الذي يقرض الله شنو؟ تقرض أنت، قاعد تقرض الله، وأنت لما تقرض الله الله يرجع لك قرضك لو ما يرجعه أصلاً، يضاعف، أحسنتم، يضاعف في القرآن الله يضاعف. هاي وين ذيك وين؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن الاعتقاد بالرجعة والرجوع والمعاد والوفود ولقاء الله يخليك تعبد إلهاً واحداً فرداً صمداً لا شريك له. دباوع لي، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الاعتقاد بالرجعة تخليك تعبد إله، تعبد إلهاً واحداً. هسه هاي صار كم ثمرة لحد الآن؟ صار اثنين. حفظوهن حفظوهن حفظوهن، شوف اعتقادكم بالمعاد إيش ينتج، حفظوهن. صار اثنين، ثلاثة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. لما كذبوا بيوم الدين أدوا الصلاة يوم ما أدوها. فإذا الاعتقاد بالمعاد يخليك شنو؟ تصلي. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي دخلنا سقر. خو انتوا ليش ما كنتوا تصلون؟ قالوا كنا نكذب بيوم الدين. كنا شنو؟ نكذب بيوم الدين، ما كنا نعتقد بالقيامة فما نصلي. أما إذا تعتقد بالقيامة تصلي تصوم تحج تزكي تؤدي الواجبات تترك المحرمات، حتى بذاك اليوم تنجح يوم ما تنجح تنجح. فإذا الاعتقاد بالقيامة يولد طاعة وترك معصية، وعدم الاعتقاد يولد معصية وترك شنو؟ طاعة. هاي ثمرة ثالثة يوم مو ثمرة ثالثة. ما سلككم، شوفوا، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. الطريف البعض يقول هسه راح أوصل للجنة ما أريد أستبق الأحداث، عندي حكي حلو بالجنة، عندنا حكي هواي، كون الله يوصلنا بجاه محمد وآل محمد، بركات دعائكم إن شاء الله. شوفوا أقول لكم إخواني، الطريف هنا القرآن الكريم يقول إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، يعني يظهر أهل الجنة، مو البعض يقول، يقول يا بچا هي الجنة بس أكل وشرب، من مل من الأكل وشرب؟ لا، الله يقول في جنات يتساءلون، يعني أهل الجنة شنو؟
عندهم دواوين وقصور ويقعدون ويلتقون ويسولفون ويتساءلون. القضية مو بس أكلوا شرب، لا، في جنات يتساءلون عن المجرمين اللي راحوا الجهنم. ما سلككم في سقر؟ انتوا ليش رحتوا السقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، واحد، ولم نكن نطعم المسكين، ها، اثنين، وكنا نخوض مع الخائضين. يعني يا هو اللي يهوس، احنا شنو على دق شلون على دق الطبل خفن يا رجلي، يا هو اللي دق الطبل انا اركض، نخوض مع الخائضين، همج رعاع يعبر علي، يميلون مع كل ريح، وين ما يجي الهوى هم هم شنو وياه. اكو هيك ناس يوم ماكو، اكو هيك ناس كل يوم تلقاه جا ورايه، وهنا يهوس وهناك يهوس، وهنا يهوس وهنا يهوس، وهنا يهوس وهناك يهوس. وكنا نخوض مع الخائضين، حشر مع الناس عيد. هسه الحشر مع الناس بالحق، الحشر مع الناس بالباطل. انا المهم اهوس شنو ويا الناس، هذا مو صحيح. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين اللي هو يوم القيامة. ما صلينا، ما صمنا، قمنا كل يوم نطفر ويا واحد، النتيجة احنا وين الآن؟ في سقر. أما لو كنا نعتقد بيوم الدين ذني كلهن ما نسويهن، يعني كنا نصلي، كنا نطعم مسكين، كنا ما نخوض مع الخائضين، كنا هذا كله ببركة الاعتقاد بيوم الدين. أنا سأرد أسألكم، ما أريد ذهنكم يروح منا، يعني هسه الاعتقاد بيوم الدين كثقافة قرآنية بي ثمرات يوم بي مو بي بي ثمرات الدنيا كلها، ثمرات الخير كلها بي. لحد الآن صار كم ثمرة؟ ثلاثة، أحسنتم، ثلاثة، أربعة. طبعا الطريف تكملة الآيات، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. شنو يعني أتانا اليقين؟ نكذب بالقيامة إلى أن إجانا الموت، وما تبنا قبل الموت، وما رجعنا لله قبل الموت، ومتنا، أتانا اليقين يعني الموت. القرآن الكريم شو يقول؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص بعد، خلاص بعد الشفاعة تفيدك يوم ما تفيدك؟ ما تفيد. زين، تشوفني شوفني، أربعة ثمرات الاعتقاد بالمعاد، قيامة، إيه، الرجوع إلى الله، بثمرات يوم أبي. هاي قاعد تشوفون كل ثمرة قاعد أجيب آيتها من القرآن، شيء من جيبي ما أقوله. زين، ويل للمطففين، ويل، ويل، وادي في جهنم اسمه وادي ويل. نستجير بالله، الله يبعدنا وإياكم بالنبي وآله، الله يبعدنا وإياكم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني شنو هسه الآيات؟ ببالكم فكرة عنها؟ لما هو يشتري يريد الحق مالته شنو؟ كامل. أما لما هو يبيع ينقص منه. يعني هسه تروح تشتري لك كيلو ما ادري شنو، كيلو خيار، انت من تشتري تريده شنو؟ كيلو. واخو اذا يخلي لك كيلو شويه خو شنو؟ خو بعد احسن. لكن هذا كيلو خيار انت من تبيعه شو تسوي؟ كيلو الا شويه. ويل يعني بتعبير اخر، اللي يعتقد بيوم القيامة ما يجحف الناس حقوقهم، أما اللي ما يعتقد يجحف الناس شنو؟ حقوق. ولهذا أنا أقول لهذا اللي يأكل حق الناس، أقول له حتى ذا بلسانك تقول أنا أعتقد بيوم القيامة وأنا مسلم، في قرارة نفسك أنت تعتقد يوم ما تعتقد،
انت ما تعتقد، لو تعتقد ما تعتدي على شنو؟ مو حتى تشوف انا قاعد اعالج مشاكل موجوده بالمجتمع، يو ما اعالج، بس اعالجها بالطريقه القرانيه، لان اعتقد بان القران هو الدواء لدائنا، شفاء. هو القران يقول عن القران شفاء لما في الصدور، شفاء القران شفاء، واحنا بشهر القران. باوعوا لي، اللي يعتقد بالقيامه حقيقه ما يجحف الناس حقوقهم، ينطيهم حقوقهم شنو؟ كاملة. أما اللي ما يعتقد بيوم القيامة يبخس أشياء الناس، ولا تبخس الناس أشياءهم، يبخسهم. هسه تقول مو أنا بلساني أعتقد بيوم القيامة، أقول إيه بلسانك، بس ما دام تأكل حق الناس يعني بقلبك شنو؟ ما يجاوبون الإخوة، يعني بقلبك ما تعتقد بيوم القيامة، فأنت روح أنطي حق الناس كامل وخاف الله، خاف الله، لا تأخذ حق غيرك. هسه غير يسمع البشر؟ هسه غير يسمع؟ مو أنا قاعد أقول لك هذا اللي ماخذ حق غيره وما يرضى يرجعه، أقول لك القرآن الكريم يقول أنت ما معتقد بالمعاد، والما يعتقد بالمعاد مساوئ الدنيا كلها بيه، أما اللي يعتقد محاسن الدنيا كلها شنو؟ كلها بيه. روح صلح وضعك، رجع حق غيرك. شوفوا، ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يسفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. اود ليش يسوون؟ لا شوف شوف، اود ليش يسوون؟ يقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون. هسه طلعت مشكله ذولا شنو؟ سبحان الله، شوف يا شوف 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 اصرار الايات. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم، يا يوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما حد يقعد، الكل شنو؟ الكل واقف. عود ليش الكل واقف؟ بعض المفسرين يقول من الخوف، شايف هذا اللي عنده مريض غرفة عمليات والعملية خطرة، والدكتور قال له 90% العملية تفشل و10% تنجح، يقدر يقعد لو يبقى يفتر من خوفه، يبقى يفتر، ما يقدر يقعد، يريد يشغل نفسه يبقى يفتر. الله يقول يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما حد يقدر يقعد، كل يبقى واقف وينتظر النتيجة، لأن هو قاعد يشوف الجنة وجمالها والنار قبحها. يخاف الإنسان؟ ما يخاف، ما يخاف. زين، بعد ارجع لسورة النبأ، لو ذني الامور حلوات الموارد، ما تشوفون اذا ما عجبنكم قلوا لي اروح ارجع لكم. شوفوا بعد، خمسة صارن، خمسة اربعة كملنا، خمسة. ارأيت الذي يكذب بالدين. طبعا هسه تقول لي الدين شو اللي ربط بيوم القيامه؟ لا، مو القران الكريم استخدم الدين بعده موارد، الان سابين ذلك بالنكته الثانيه، من ابينها اتذكروا هاي الايات. كلمه الدين القران استخدمها لعده موارد، من اهم الموارد اللي استخدم بها القران كلمه الدين هو شنو؟ يوم القيامه، مالك يوم الدين. يوم الدين يا يوم، فسمى القرآن يوم شنو؟ يوم الدين. فهنا شو يقول؟ أرأيت الذي يكذب بالدين. وجه من وجوه الدين هنا شنو؟ القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام زين. اللي يعتقد بالدين شنو؟ يدع اليتيم، لو يكرم اليتيم، يحض على طعام المسكين، لو يوكل المسكين. ها؟ اي؟
الما يعتقد بالدين لا يحض على طعام المسكين، اما اللي يعتقد بالدين ينطي المسكين. شلون يطعمون الطعام على حبه؟ شوف مسكينا، ذاك يعتقد لان قال انا نخاف من ربنا يوما، شوف، ولهذا يطعم المسكين والاسير والفقير. اما هنا يقول ارايت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم بعد، ولا يحض على طعام المسكين لان ما يعتقد بالقيامه. شوفوا الاعتقاد بالقيامه شو يسوي. هاي لحد الان ثمره ايش قد رقمها؟ ها، 5 6 7 بسرعه بسرعه. شلون بينا؟ عندي بعد 2 ما يخالف؟ والله ما اريد اتعبكم. 2 بسرعه بسرعه بسرعه. شوفوا شوفوا الاعتقاد بالمعاد شو يسوي. الله يقول للنبي، يقول له لا يستأذنك، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر شنو؟ القيامة. هو شنو معنى لا يستأذنك؟ أنت من عندك معركة يا رسول الله، أكو شوف نار، شوف قومك ينقسمون إلى قسمين. قسم أول يقولوا لك إحنا وياك بمعركتك يا رسول الله الآخر الخط، نقاتل وياك ونجاهد في سبيل الله. وأكو قسم ثاني من يصير وقت المعركة يجوك يا رسول الله، يجي هيك مدنق راسه قدام النبي، النبي يقول له ها خير، شو الركبة مايلة؟ يقول له يا رسول الله بيوتنا عورة، ما أقدر أمشي وياك للمعركة، أعتذر. النبي يقول له ها بعد؟ قال له مثلا ها عندي هذا العذر، عندي ذاك العذر، عندي، وهن الأعذار صدق يو انه مو صدق، هو ما يريد يقاتل. الله شو يقول للنبي؟ يقول له يا رسول الله اللي يعتقد بيوم القيامه يطلع عذر، لو ما يطلع عذر ما يطلع عذر، اما اللي ما يعتقد بيوم القيامه يطلع 1000 عذر وما يحضر وياك بمعاركك. فاذا الاعتقاد بالمعاد الى دور تعبوي للحضور في ساحات الجهاد، والما يعتقد ما يروح. انتم بعد عرفوا ذولا شبابنا الان اللي يقاتلون في سبيل الله يعتقدون بالمعاد لو ما يعتقدون؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ذولا اللي يؤمنون بيوم القيامة ما يستأذنوك على البقاء في المدينة، لا، ذولا تلقاهم أول الخط يردون يرحون لأن يؤمنون بالقيامة. خو من اللي يستأذنوك أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. ارتابت قلوبهم يعني شنو؟ لا مو خافت، ارتابت شكت ريب، شك. هذا ما معتقد بيك، ما عنده يقين بيوم القيامة، شاك، قضية ما مطبوخة بإيه. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني شنو أحسن؟ تايهين، يعني غرقانين ببحر مال ريب وشك وريبة، ويفترون بحلقة شنو؟ حلقة مفرغة، نروح ما نروح، صدوق كذيب. يقول هذول يؤمنون بالقيامة لو ما يؤمنون؟ ما يؤمنون. أما اللي يؤمنون ما يستأذنوك، تلقاهم يقاتلون بالصف الأول. هاي ثمرة يا مو ثمرة؟ ايش قد رقمها؟ 6 للاعتقاد بشنو؟ بالمعاد. وعدم الاعتقاد يعني العكس، فبالنتيجة الاعتقاد كل خير وعدم الاعتقاد كل شر. الأخيرة الشنو؟ 7 الأخيرة. شوفني، احنا نريد نستفيد من القرآن يوم ما نستفيد، شو تشوفون؟ نستفيد. اكو علم بالدنيا والاخرى ما موجود بالقرآن يوم ما اكو؟
كل شيء موجود في القرآن فيه تبيان كل شيء. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، ولا رطب ولا يابس إلا في كل شيء بالقرآن. فهذا الكل شيء بيه نريد نستفيد منه يوم ما نستفيد. خو إذا ما نستفيد إيش عندكم جايين هالحضور ما شاء الله الكبير والكريم، إيش عنده جاي؟ خو حال الروحان حال غيرنا، نقعد بالقهاوي نحيي شهر رمضان بالمحابس ونحيي شهر رمضان بالدوم لأجلكم الله ونحيي. مع الأسف يعني هذا كلام أقوله وأنا متألم أن واحد يعوف العلم والمعرفة والفائدة وشهر رمضان شهر التغيير ويروح يقعد بقهوة يلعب محابس. هذا يوم القيامة شو يقول بصحيفة أعماله مثلا؟ حابس مثلا شهر رمضان؟ ما أعرف. أنا ما أرد أسيء لأحد، بس أرد أقول لإخوتي اللي يسوون هاي الأمور رغم ترتوا غلطانين قاعد تمشون الطريق الغلط. حب إلكم يخليني أقدم نصيحة قرآنية إلكم، أكثر من هذا ما عندي. محبتي إلكم، رسول الله قال المؤمن يحب لأخيه، يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه. رسول الله هكذا قال أنا أحب لكم ما أحبه لنفسي، وهو تعلم علوم القرآن. بدل ما نقعد بالقهاوي تعالوا هنا أهل 23 ليلة نتعلم قرآن. خوش دعوة يوم خوش دعوة، والله خوش دعوة نتعلم قرآن. القرآن الكريم هكذا يقول، يقول اللي يعتقد بالمعاد قلبه ينشرح لتعلم معارف القرآن، والما يعتقد بالمعاد عدم اعتقاده بالمعاد يشكل حجاب مانع عن تفهم القرآن الكريم. بس هاي شلون ثمر عجيبة، الاعتقاد بالمعاد يخليك تتعلم من القرآن، عدم الاعتقاد بالمعاد يشكل حجاب يمنعك أن تتعلم شنو من القرآن الكريم. بس تقول لي هاي وين؟ اسمع لا تشوفني، راح أجيب لك آية بالاعتقاد بالمعاد تفهم القرآن، وآية أخرى بعدم الاعتقاد بالمعاد ما تفهم القرآن. أجيب لك يعني آتيك بآيتين. شوف الآية الأولى اللي هي في بداية البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب، كتاب يعني شنو؟ قرآن. لا ريب فيه هدى لمن؟ لما يكون هدى للمتقين يكون يعرفوا له وما يعرفوا زين. من هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، والذين كذا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم شنو؟ هم يوقنون. إذن اليقين بالآخرة يولد هداية القرآن بعد معرفة القرآن. شوفوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 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 للمتقين، من هم؟ بالآخرة هم. فالذي يوقن بالآخرة اعتقاده بالآخرة ويقينه يشرح صدره لتفهم القرآن الكريم. أما ما يعتقد بالآخرة، شوف الآية الأخرى وإذا قرأت القرآن على الناس حتى يستفيدون، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هسه هذا الحجاب شنو هو؟ عدم الاعتقاد بالآخرة. لما يصير هذا الحجاب بعد انت لا مو زمان الحسناوي بيشكيله يقرأ قرآن والناس تستفيد، انت يا محمد تقرأ عليهم قرآن يستفيدون لو ما يستفيدون، انت يا سيد الخلق تقرا عليهم القران ما يستفيدون. ليش ما يستفيدون؟ ليش الحجاب؟ لا يؤمنون بالاخره. الحجاب هو نفس عدم ايمانهم شنو بالاخره. ولد حجاب، هذا الحجاب يصير فاصل بينهم وبين القران، سماع القران، تفهم القران، تدبر القران، هدي القران، الاستفاده من القران. هذه بالجانب السلبي. بالجانب الإيجابي في بداية البقرة إذا بالآخرة هم يوقنون القرآن هدى للمتقين فتستفيد من القرآن. وهذه ثمرة سابعة
سابعة، وهذه ثمرة سابعة للاعتقاد بالمعاد. إذن الاعتقاد بالمعاد بفوائد وما بفوائد؟ الفوائد مالته بسيطة يو كبيرة؟ لأن السبعة وين؟ مرتبطات بدنيانا وأخرانا، هاي كلها بالاعتقاد بالمعاد وعدم الاعتقاد بالمعاد. شوفوا هذا شنو من بحث مهم، شنو من موضوع مهم. زين، أرجع لسورة النبأ، تقول عما يتساءلون عن النبأ هسانا شنو الجواب للذني الذي هم فيه مختلفون. من اجيت المختلفون قلت قسم آمنوا وقسم كفروا بالمعاد. قلنا الإيمان والكفر بالمعاد تترتب عليه آثار يوم ترتب، ترتب شنو الآثار؟ بينا سبعة بالجانب الإيجابي وبعكسها متكون بالجانب السلبي. زين، أنا كلامي مو هنا، أنا مو هذا، ها شنو كلامك؟ كلامي الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا، هاي لحد الآن البوصلة باتجاه عالم الآخرة. الدور شوف الآيات ماذا قالت، ألم نجعل الأرض مهادا. هسه هنا البوصلة بقت بعالم الآخرة ورجعت للدنيا. زين شنو الربط بين هاي وذيك؟ هذا أصل كلامي، مو إحنا هذا الجزء 30 راح نقرأ بآخر يوم من شهر رمضان، إيه غير هاي الآيات نفهم إيش نقرأ يوم ما نفهم إيش نقرأ. أيها المؤمنون، مو أنت من حقك تسأل تقول يا رب العالمين، مو هذا كتابك ما قاعدة ثمان الربط، أنت قاعد تسولف عن يوم القيامة، شو رأسا نرجع للعالم الدنيا، شنو الموضوع؟ ألم نجعل الأرض مهادا، هاي الأرض، والجبال أوتادا، عالم الدنيا، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نسواتا وجعلنا لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع أجدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا لنخرج به وجنة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، شنو؟ رجعنا للقيامة. هشم زين، أنت بديت قيامة رجعتنا للدنيا ورجعتنا لمن؟ للقيامة. هاي الآيات اللي صارت حالة وسطية برزخية بين قيامة وقيامة، شنو محلها من الإعراب؟ أنا أقول لك شنو محلها من الإعراب، محلها من الإعراب إذا ما تعتقد بالقيامة وجود هذا الكون يكون كله عبث لو ما يكون كله عبث. يعني رب العالمين بدأ بالقيامة رجع للدنيا يريد يقول هاي الدنيا كلها سويناها لأجل شنو؟ وإلا إذا ماكو قيامة هذا يصير كله عبث، الشغل كله عبث، هذا كل والله يسوي عبث لو منزه عن العبث. دخل خل أبين لك قضية، القرآن الكريم عاب على امرأة، خل أطلع لكم الآية انتوا بعد تحملوا هوستي، شوفوا هاي وياها الآية، الآية في سورة النحل، القرآن عيب على امرأة عاب عليها أنه شو تسوي الأباوي الأباوي، شو راح أربطها بهاي الآيات، أنه إذا ما نعتقد بالقيامة الكون كله عبث، وجوده عبث، الله ما يسوي العبث، إذا قلنا وجود الكون عبث راح نضرب حكمة الله، علم الله، تدبير الله. إيه شوف أقول لك، الله عاب على امرأة تغزل 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 من الصبح لليل، شنو تغزل من تكمل برا 6 ساعات 10 ساعات مع الساعة تغزل، أسبوع تغزل، من تكمل شو تسوي؟ ها تخلبصه كله، الغزل كله وتشيله وتذبه. هذا شغل عاقل يوم مو عاقل، مو عاقل. القرآن الكريم شو يقول؟ هاي طبعا هسه هنا هم اكو كلام، زينب استشهدت بهاي الآية بالكوفة لما خطبت، ليش استشهدت بيها؟ الله أكبر، هنا اكو حكي بس الآن مو محله. تقول الآية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني هي تغزل 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 بعدين تخلص الغزل والذبة. خو أنت صار لك أسبوع تغزلين على شنو بالضبط؟ هذا عبث يا مو عبث. زين رب العالمين يقول على هاي الإمرأة اللي تغزل والذب، يقول لا تصيرون مثلها ولا تكونوا كالتي. زين هو رب العالمين يسوي كون بعدين الكون يموته ويشيله ويذبه؟ اسالكم تجاوبوني، ما هو عام على الامراه ليش تغزل وتذب؟ زين هو يخلق هذا الكون العظيم
تالي يفلش الكون وكل شيء انتهى. خوي يصير مثل هاي الامرأة اللي تغزل وتكسر، شوف الفرق. والله ما يسوي هذا، الله حاشاه يفعل ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا ترجعون وتخلدون، لو بالجنة يو بالنار، ماكو عبث. هسه هنا هم اكو قضية اخرى. هسه عرفتوا شنو الربط بين قيامة دنيا قيامة؟ هذا السيناريو في سورة النبأ، عرفتوا شنو الربط؟ اتضح يا لا؟ اتضح. هسه الله منزه عن فعل ذلك. اقول لكم قضية بس هاي شوية يعني تحتاج شوية دقة منكم، راح اكمل وخلصوا مني، خاف صعبنا عليكم شوية البحث الليلة. اقول لكم قضية اخواني، منظومة العقيدة الدينية كلها قائمة على موعودي على نظام التسبيح لله، والتسبيح لله يعني التنزيه. التسبيح لله يعني شنو؟ تنزيه. شلون منظومة الدين كلها قائمة على شنو؟ على التسبيح. والله شوف شوفني شوفني أرجوك، شلون منظومة الدين كلها قائمة على على التنزيه، اللي بين قوسين التنزيه يأتي من خلال التسبيح. سبحان الله عما يصفون. لما تقول سبحان الله، سبحان الله تسبيح يا مو تسبيح؟ سبحانه سبحانه سبحان الله عما يصفون، يعني أنزه الله عن وصف الواصفين، أنزهه. فالتسبيح ماذا؟ تنزيه. وقلنا الله ما خالق الكون عبث، خالقه لحكمة، يعني الله منزه عن العبث. أقول مو بس بالقيامة، منظومة العقيدة الدينية كلها قائمة على نظام التسبيح اللي هو بين قوسين تنزيه. مثلا توحيد، شوفي توحيد سبحان الله عما يشركون، يعني الله منزه عن الشريك وما منزه. هسه سبحان الله عما يشركون معادي وتوحيد، توحيد سبحان الله عما يشركون بداية لو نهاية، وهي البداية هم رجوع للنهاية هم رجوع للبداية. هسه هذا كلام، سبحان الله عما يشركون توحيد، الله ما له شريك، ما له شريك يعني شنو؟ واحد، توحيد يعني. تعال هسه هذا التوحيد قائم على نظام التسبيح تنزيه. ما ادري هسه انا كتبت الايات القرانيه اذا القى لكم اياها. مثلا العدل، مثلا العدل ايها الاخوه، هسه المهم اعتمد على ذاكرتي، ما ادري كاتبها ما كاتبها. العدل مثلا، ذني وياهم، العدل مثلا، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني الله يظلم والعبد يظلم نفسه. العبد إنا كنا ظالمين، سبحان ربنا، شوف تنزيه. إذن الله يظلم لو ما يظلم؟ مو أقول لك مو بس المعاد تنزيه أن يخلق الكون عبث، التوحيد سبحان الله عما يشركون تنزيه، العدل سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، مو ربنا ظلمنا، إحنا ظلمنا أنفسنا، ربنا منزه عن ظلم مخلوقاته. زين بعد نبوة إمامة، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الله منزه عن أن يخلق الخلق ثم لا يهديهم من خلال وسائط يقربون الخلق إليه. هاي الوسائط مرة يكون أنبياء مرة يكونون أئمة، الله منزه أن، ولهذا احنا نعتقد النبوة والإمامة لطف، لطف علماءنا يقولون النبوة والإمامة شنو؟ لطف إلهي، يعني الله لما خلقنا كون يوجد لنا سبيل للوصول إليه، يعني كون يوجد لنا من يهدينا. الله منزه أن يخلقنا ويعوفنا ظلال هكذا وبعدين هم شنو؟ يعاقبنا، خو كون يدزلنا من يدلينا على الطريق.
زين. أما المعاد ما خلقت هذا باطلا سبحان، شوف تسبيح تنزيه سبحانك. فإذا التوحيد قائم على نظام التسبيح. بعد العدل كذلك، نبوة إمامة كذلك، معاد سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك كذلك. هذا كله اختزنته سورة النبأ ببداية كلامها عن المعاد، رجعت للدنيا المخلوق لأجل المعاد، رجعت لمن؟ للمعاد. أنا أدري الموضوع صعب، لا وداعتكم صعب، أنا أعرف ربعي مني من تبهيلي وما من تبهيلي أعرفهم، بس هو مفيد مفيد. تريد نتعلم القرآن الكريم أنا وياكم. وشوفوا هسه المشكلة وقتي خلص، بس يعني بعد لي 9 دقائق. هسه بقية الكلام أجل لليلة الآتية، وايد كان عندي حكي بس بعد لليلة الآتية إن شاء الله. الليلة يعجبني أقرأ حادثة ليلة عاشوراء، واي عاجبني أقرأها. عندنا وقت؟ زين. إيش قد عندنا؟ 10 دقائق؟ ربع ساعة؟ زين. إذا ربع ساعة خليني أقول لكم قضية. أنا ليش أجيب هاي المعلومات؟ حتى نستفيد. شلون نستفيد؟ أكو بعض الناس، شوفوا هذا المثال، أرجوكم هذا دوم أجيب أمثلة، أحاول أجيب أمثلة حتى لأن أدري الناس تحب، الله جاب أمثلة بالقرآن. وتلك الأمثال نضربها حتى الناس تفهم ماذا. شوفوا أقول لكم قضية، أكو بعض الناس فقط يختزن ما يأتيه من الخارج، وحاله كحال النمل. حاله كحال شنو؟ النمل. النمل طبيعته بس شنو؟ يروح ويحزن، يجيب من برا وشنو؟ ويحزن. أما هو يسوي فد شيء ينتج مثلاً، فقط يأخذ من برا ويخزن. أكو بعض الناس هم هكذا، حالهم حال شنو؟ النمل، بس يبحث ويجيب ويضم، يبحث هسا على مستوى العلم، على مستوى الماديات، على مستوى المعنويات. أكو بعض الناس حال دودة القز مثل ما يسموها، والقز اللي هي شنو؟ ما تعتمد إلا على داخلها، فتخرجه وبعدين هم شنو؟ تلف على روحها وتقتل نفسها به. اكو بعض الناس هم كذلك، يعني اكو بعض الناس خالبه وصلته بس شي حصل من برا، وما عنده نيه يبدع يقدم يعيش على موائد الاخرين. اكو بعض الناس بالعكس تماما، فقط يعتمد على نفسه، ذاك كالنمل هذا كهاي الدودة، فقط يعتمد على نفسه. أكو بعض الناس كالنحل شلون؟ يستفيد من الخارج ومن الداخل. شلون من الخارج ومن الداخل؟ من الخارج يروح لأفضل الورود يمتص رحيقها، هذا اللي يمتصه يصنعه بداخله شنو؟ عسل، وينطيك إياه. فهو يستفيد من الداخل ويستفيد من الخارج. الحالة الصحيحة إذا أردنا نستفيد من هاي التجارب الثلاث لهاي الكائنات الثلاث، يا حالة شوفوها صحيحة كون نستفيد منها. الثالثة النحل، هم نستفيد من الخارج وهم نستفيد من شنو؟ من دواخلنا. الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق خارج وفي أنفسهم شنو؟ داخل. شوف القرآن شلون يقول، نحن نذكر هاي الأمور حتى هم نستفيد القرآن وأنتوا تتأملون بها بداخلكم تستفيدون منها، فتكون الاستفادة من الخارج والداخل. هاي الاستفادة الداخلية الخارجية راح تولد عسل كما هو الحال عند النحل. إنسان يكون يقدم شيء بحياته، وإلا شنو وجوده إذا
اذا بس اكلونه شنو فرقه عن الحيوانات؟ كون يقدم فد شيء بحياته، كون يسوي فد شيء بحياته. ايها الاخوه ايها الاحبه، ما ادري، الله يرحمنا واياكم. يكفي الليله. يعجبني اقرا موقف ليله العاشر اللي صار، واحب هذا الموقف لما الحسين طلع يتفقد التلال والروابي والخيام وكذا ليله العاشر وحده، وشاف هلال بن نافع او نافع بن هلال على اختلاف. هسه البعض يقول واحد بمعسكر الحسين والثاني بمعسكر عمر بن سعد، هذا اسمه هلال بن نافع، ذاك اسمه نافع بن هلال، اكو شيء. المهم بالنتيجه الحسين طلع يتفقد الخيام ليله العاشر، هذا يقول شفت الحسين طلع وحده ليله العاشر خفت عليه، ذولا بني اميه غدارين، خاف واحد يضربه سهم، واحد يضربه سيف. فيقول طبعا ليله العاشر ايها الاخوه سكوت وسكون، وبس صوت قران معسكر الحسين لهم دوي كدوي النعل، قراءه قران وقائم قاعد راكع ساجد، يعني فد اجواء عجيبه ليله عاشوراء، اجواء عجيبه. يقول خفت على الحسين، ظليت امشي وراه، يقول احس بي الحسين، من هذا؟ هلال هذا، قلت فداك. قال لي ايش طلعك بالليل؟ قلت له خوفي عليك ابا عبد الله، اشوفك تمشي وحدك اخاف عليه. يقول قال لي ترى ما بين هاتين الربوتين تشوف؟ يقول قلت له اي اشوف ابا عبد الله. قال لي خذ بينهما وانجو بنفسك وانت في حل من بيعتي، انا امامك مجوز لك، يعني يوم القيامه ما تحاسب على تركي، انا قلت لك روح. القوم لا يريدون غيري، اذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري، يردون دمي، انت ما لهم شغل بيك، اركب الناقه مالتك وروح لهلك، ليش تنكتل باكر وياي؟ يقول قلت له سيدي ابا عبد الله عدو، ليش اروح اخذ ما بين الربوتين وانجو؟ قال لتعيش. قلت له قبح الله العيش بعدك يا ابا عبد الله. يقول شكرني الحسين عليه السلام، قال جزاك الله خير، بارك الله فيك. يقول قلت سولف وياه، رجعنا على الخيام مال النسوان. يقول قال لي هاي خيمه اختي زينب، اطب اسلم عليها وارجع لخيمتي. انتم بعد بكربه المخيم وين كذا وين؟ واضحه الصوره عندكم يعني. يقول انا قلت بما انه دخل الخيمه اخته راح يطلع يروح لخيمته، انا اوصل لخيمته وارجع المضارب الانصار، فخلى انتظر باب خيمه اخته زينب. يقول قعدت يم باب الخيمه اسمعها يسلم عليها واسمعها ردت السلام عليه. هلا هلا اخويا، هلا حبيبي، هلا تاج راسي، هلا حمانا، هلا ذرانا، هلا ابو علي، هلا بكبيرنا، هلا بمولانا، هلا بس. يقول ترحب بي، تفضل اقعد ابا عبد الله، شرفت ابا عبد الله، هلا اخويا. المهم يقول سمعتها تقول للحسين زينب، تقول له ابا عبد الله هل بلوت اصحابك؟ هل خبرتهم؟ اخشى ان يسلموك عند الوثبه واصطكاك الاسنه. ذولا خاف باكر يغدروك ابا عبد الله، اختبرتهم؟ قالها زينب، وهذا يسمع يسمع، قالها زينب بلوتهم خبرتهم، فما وجدت فيهم الا الاقعس الاشوس، يستانسون بالمنيه دوني استئناس الطفل بمحالب امه. لا تخافين منهم ذولا، ذولا صفوه يا زينب، نخبه. هذا يقول قلت لا حول ولا قوه الا بالله. زينب خايفه، مولانا راح المضارب الأنصار، السلام عليكم يا أبطال الصفا فرسان ليلة، جماعة يصلون يقرون القرآن، عليكم السلام. جاء حبيب قال له خير؟ قال شيخنا فقيهنا يا حبيب، القصة كيت وكيت كذا وكذا. زينب ترى خايفة منا الليلة، قلبها ما مرتاح منا. زينب قال له وش تريد؟ قال له انا اقول يا شيخ الانصار خلي نسوي لنا هوسه يم خيمه زينب، نقولها منعوف الحزين يا زينب نامي مطمئنه هاي الليله. قال له ماكو مانع صح حبيبي يا ابطال الصفا، الله الله يا فرسان الهيجا، تطالع الانصار من كل جانب ومكان، اؤمر شيخنا حبيب فقيهنا حبيب. الطريف جاء العباس ورا بني هاشم، ها حبيب خير؟ قال سيدي ارجعوا الى مضاربكم، لا سهرت عيونكم. انا ما اصيح لبني هاشم، انا وين؟ بني هاشم وين؟ انا احكي يا ربع الانصار،
أنا بني هاشم ما صيح لهم، بني هاشم رجعوا لخيامكم، الحكي مو ياكم ويا ربعي. رجع العباس قال له لا أمر يا شيخنا يا حبيب، قالهم القصة كيت وكيت كذا وكذا، خلي نروح يم باب خيمة زينب نطمئن زينب. راحوا الأنصار يقدمهم حبيب إلى خيمة زينب، والحسين قاعد يم زينب. تقدمهم حبيب صاح السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، موضع الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم أبوا يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. سمع الحسين قالها زينب، قالت لها أخوي ذول جابهم، قالها القصة كيت وكيت، هذا كان يمشي وراي ولابد سمع حكيش وراح جابهم، وذول جايين إليك مو إلي. قالت لو شو تريد أبا عبد الله؟ قالها لبس عبايتك وحاكيهم من ورا باب الخيمة ما يخالف. قالت تقبل أنا حاكي الأنصار؟ قالها أقبل حاكيهم، لأن ذول جايين يطمئنوك وهذا حبيب فقيه كبير حبيب، فكون تحاكي زحمة يرجع وانت بتحاكي. قالت له بخدمتك أبا عبد الله. إيش سوت؟ عندها صندوق قديم، فتحت الصندوق طلعت عباءة فاطمة الزهراء، لبست عباءة أمها فاطمة، وقفت على باب الخيمة شوية، فتحت باب الخيمة طرف باب الخيمة، قالت لو عليك السلام يا حبيب، حبيب أنسبوني معرفة من أنا، أنا زينب ابنة أمير المؤمنين، حبيب لا تقصر عن نصرة هذا الغريب. الله الله حبيب ذب عمامته من سمع زينب تحاكي، ذب عمامته قام يشيل تراب يذب على راسه، قال له ايش بيك يا شيخنا انت رجال كبير ايش بيك؟ قال هم انا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حبيب. الله اكبر يا بعانا منين وتسلم علي يا بنت المرتضى حامل يا بالحميه الحميه الحميه وامها فاطمه الزهراء يا بالزكيه مخدرة عباس. هي سمع ابو فاضل دنيا ليل صوت الليل يوصل، اجى العباس بلا عمامه حاسر، شاف الانصار على باب الخيمه وزينب بتحشم، تأذى العباس قالها زينب بتحشمين وانا موجود؟ قالها اخويا اش طلعت من خيمتي يا من فدوى يروح اخوك الهيبتك، شلون تنظامين بوجود اخوتك؟ خيمتك بسيوفنا مضلينها. تقول لي انا خايفه انا خايفه اخويا انا خايفه، لا تقول ما ادري اخويا انا خايفه، لا تقول ما ادري ما ادري. يا عباس يا صيوان من شنو خايفة؟ يا بي عباس يا صيوان خدري خدري خدري، أنا خايفة ينهتك ستري. عاجبني أقرأ بيت الدعاء، اختمت اختمت، عاجبني أقرأ بطور الخطيب الكبير، كان مريض ما يقدر يقرأ قبل شهر رمضان، ما أدري هسه قرأ ما قرأ، سيد جاسم الطوير جاوي الله يحفظه، الله يطيل العافية سيد جاسم. أرد أقرأ بطورة وأختم المجلس. العباس قال يعني أنت خايفة؟ قالت لي والله خايفة خايفة ينهتك ستري. يقول عيناك لا ينخطف لونك، والله أخويا يوصلوني
ابن والدك قرته.